معانا على التليفون الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. برحب بك يا مصطفى. يا منى، اهلا بيكي واهلا بمشاهدينك الكرام على قناة الحياة، واحدة من اهم القنوات في مصر والوطن العربي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا مصطفى. دلوقتي مصطفى، انت الاول عايز اسمع منك انطباعك عن الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية اللي بتحصل في مهرجان العالم عالمين. اعتقد ان احنا كنا في احتياج شديد لعودة مصر للساحة العربية والدولية بمهرجان بحجم وقيمة مهرجان العالمين. احنا شايفين الحضور كبير، الحفلات كلها كاملة العدد، أسماء كبيرة جدا يعني بتجدو من مدينة مليونية جديدة تعبر عن وجهة نظر الدولة المصرية لمستقبل هذا الوطن. احنا يبقى عندنا مدينة بهذا الحجم وهذه الإمكانيات في الساحل الشمالي، جذب استثمارات، جذب فرص عمل للشباب، مستقبل جديد. كاظم الساهر الحفلة بتاعته كانت رسالتها قوية جدا بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه في تكامل بديع للمهرجانات العربية، ما بين تعاون ما بين مهرجان العالمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه. أمس كانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي وما صنعته من بهجة وحالة وطنية خاصة عندما غنت أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وقبلت العلم المصري. الأسبوع الجاي في تامر حسني افتتاح المهرجان بصوت بقيمة وحجم الفنان الكبير محمد منير بكل ما يحمله من رسائل السلام والمحبة والخير. صوت مصر يأتي من الجنوب عشان يصل رسالة للعالم ان مصر هي من تدعو ومن يعني تمد يدها بالسلام لجميع الاطراف في المنطقة العربية. وزي ما قلت قبل كده، لو كان الشعب السوداني الشقيق لم يتوحد خلال الشهور الماضية اكيد توحدوا جميعا عندما سمعوا صوت محمد منير يجدو من مدينة العالم. أكيد طبعا. طيب دلوقتي في تنوع شديد جدا في الفعاليات الفنية والثقافية، يعني زي ما كان عندنا يعني ويك اند طربي بامتياز، يعني في كاظم الساهر وفي ماجدة الرومي، احنا كمان عندنا ان الاسبوع دوت موسيقى عمار الشريعي، موسيقى هاني شنودة، عندنا الميجا تامر حسني. بتشوف التنوع ده ازاي يا مصطفى؟ اعتقد تنوع كبير يا منى ومهم ومطلوب. فكره ان احنا تتعرفي الاجيال الجديده بتراثهم الغنائي سواء من الحان المشهور كبير عمار الشريعي رحمه الله عليه، وكمان الموسيقى العظيمه الممتده واللي هتعيش في سنوات وسنوات اللي قدمها الاستاذ هاني شنوده، سواء في الاغاني اللي عملها مع فرقه المصريين او حتى في الموسيقى التصويريه اللي قدمها في اعمال كثيره زي المشبوه وغيرها من الافلام والمسلسلات اللي صنع موسيقاها التصويريه الاستاذ هاني شنوده. وده زي ما قلت تامر حسني كمان موجود، فده بيعبر عن الاجيال الجديده. عندنا كايروكي، عندنا حمزه نمره، يعني في ميكس كبير جدا وفي توليفه كبيره جدا بترضي جميع يعني اذواق الاسره المصريه والعربيه علشان يلاقوا احتياجاتهم ويستمتعوا بفعاليات اعتقد هي الاكبر والاضخم في الشرق الاوسط. احنا بنتكلم يا منى عن اكثر من 350 فعاليه هتبقى ممتدة من 11 يوليو اللي فات لحد 30 أغسطس القادم. 350 فعالية ثقافية ورياضية بشوف على قناة لايف اللي بتنقل فعاليات المهرجان، مباريات كرة القدم والبادل والرحلات الشراعية فعاليات رياضية كتير جدا، والبارا سايكل. صحيح، 350 فعالية كتيرة جدا بجانب مهرجان نبتة الموجه للأطفال اللي بيشرف عليه الفنان احمد امين واللي بيقدم لاول مره في مهرجان في الشرق الاوسط يكون فيه اهتمام بالطفل المصري والعربي علشان يكتشف يعني مصادر القوه في شخصياته، اهم المواهب اللي بيتمتع بيها يشتغلوا عليها يسكلوها. فهيبقى الاطفال هم دائما محركين اهتمامات الاسره العربيه والمصريه سواء في مشاهده التلفزيون او حتى في الحضور الى فعاليات. فاعتقد ان الاطفال اللي موجودين في مدينه العالمين او اطفال ضيوفنا العرب المتواجدين هيكون عندهم يعني حماس شديد جدا للاشتراك في مهرجان نبتة ولمشاهدة فعالياته عن قرب، بجانب المباريات اللي انا اتكلمت عليك معاها، بجانب الحفلات اللي بتعبر عن كل الاذواق سواء شباب او جيل وسط او جيل كبير. فاعتقد ان ما فيش مهرجان معمول في المنطقه مدعو فيه بالشكل دوت، محطوط فيه خريطه كبيره ومتنوعه وايام كثيره اكثر من 50 يوم، ما فيش يوم فيه بلا فعاليه. فأعتقد ده هيكون يعني إضافة كبيرة لخريطة المهرجانات الدولية، وفي الآخر المستفيد هو الشعب المصري لأن ده هينعكس على الوضع الاقتصادي
هينعكس على جذب مستثمرين جدد، هينعكس على صناعة حياة جديدة بطول الساحل الشمالي الغربي لمصر، وما سيأتي بعدها من مشروعات زي مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات. أعتقد الساحل كان مهمل خلال السنوات الماضية، وكان مقتصر وجوده بس على بعض القرى السياحية الضعيفة والفنادق صاحبة الكثافة العددية القليلة. المكان محتاج تعمير أكثر، والدولة ابتدت تاخد فيه خطوات. مدينة العلمين هو مدينة ممتدة على أكثر من 50,000 فدان، تم يعني الانتهاء من 18,000 فدان ولسه البقية هتأتي. الحياة يعني محتاجة مجهود مننا، والمصريين تحملوا كثيرا كان السنوات الماضية عشان يبنوا مستقبلهم ويبنوا وطنهم مرة أخرى بعد سنوات من الركود وعدم يعني واللامبالاة في التفكير في المستقبل. دلوقتي احنا قادرين نشوف مصر هتكون فين 2030، قادرين نشوف فرص العمل المتاحة للمصريين في 2030، وده اللي مطلوب من أي حد بيتولى مسؤولية دولة بحجم مصر، إنه يفكر في مستقبلها ويصنع ذات أفضل للأجيال اللي جاية. مظبوط يا استاذ مصطفى، فعلا المسؤوليه الاجتماعيه لكل المصريين دي مهمه مطلوبه جدا. انا بشكرك جدا الاستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن على هذه المداخله، شكرا لك جدا يا مصطفى.